ايديت يا رائدة، وكل الشكر لكل مشتركينا بحلقة اليوم. وصلنا وياكم مشاهدينا لفقرتكم المفضلة، فقرة القرعة. طبعا بهذه الفقرة راح نختار الفائز بحلقة اليوم واللي راح يفوز بمبلغ 500,000 دينار. خلينا احنا وياكم نشوف منو سعيد الحظ لهذه الحلقة ونختار الفائز. اذا خلينا نشوف الفائز اليوم واللي هو علاء عباس. ألف مبروك يا علاء، وأكيد راح نتواصل ويا علاء إحنا وكادر برنامج زاجروس وياك ونوصل الجائزة لحد بيته، لكن هذه التفاصيل كلها راح تشوفوها بالحلقة القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أني أسماء وهبة وتحيات كادر البرنامج، وانتظرونا بالحلقة القادمة. مع السلامة.